بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. ثم قول المصنف: والمعدوم ليس بشيء. هذا مسألة اختلف فيها أهل السنة مع المعتزلة، هذا خلاف يترتب على معنى الشيء. الشيء عند أهل السنة الموجود كما سبق في شرح قوله: حقائق الأشياء. نعم. وهنا ذكر المعدوم ليس بشيء. إن نريد بالشيء الثابت المتحقق على ما ذهب إليه المحققون من أن الشيئية ترادف الوجود والثبوت والعدم يرادف النفي، فإذا المعدوم ليس بشيء. لماذا؟ الشيء يعني الثابت، المعدوم ليس بثابت، هذا ظاهر لا يخفى على أحد. المعدوم ليس بموجود. نعم. ثم وهذا حكم ضروري لم ينازع فيه إلا المعتزلة. نعم. القائلون بأن المعدوم الممكن ثابت في الخارج، المعدوم الممكن ثابت في الخارج، هم قالوا هكذا. يعني معدوم موجود، هذا يكون معنى قولهم هكذا، المعدوم موجود، هذا يعني ظاهر الفساد. المعدوم الممكن ثابت في الخارج، في الحقيقة هؤلاء تأثروا برأي الفلاسفة أن الممكن ثابت في الدهر، عندهم هكذا شيء مفروض مسمم بالدهر. ثم من الدهر تأتي الأشياء إلى هذا العالم، إلى هذا الوجود، هكذا هم يقولون. ممكن هؤلاء تأثروا برأيهم فقالوا المعدوم الممكن ثابت في الخارج. وإن نريد أن المعدوم لا يسمى شيئا، يعني والمعدوم ليس بشيء، هذه القضية صحيحة متى؟ لو أريد بالشيء الثابت المتحقق. هناك معنى آخر للشيء فأريد ذلك المعنى، فماذا قول المصنف؟ معنى قول المصنف هذا الذي يقول: وإن نريد أن المعدوم لا يسمى شيئا، فهو بحث لغوي مبني على تفسير الشيء أنه الموجود أو المعدوم أو ما يصح أن يعلم ويخبر عنه، هذا يعني بحث لغوي ليس له دخل في علم الكلام، فالمرجع إلى النقل وتتبع موارد الاستعمال. يعني لو استعمل العرب اسم الشيء بهذا المعنى، يعني بالمعدوم بمعنى المعدوم أو بما يصح أن يعلم ويخبر عنه، فهو صحيح، هذه التسمية صحيحة، وإلا لا. وفي دعاء الأحياء للأموات وتصدقهم عنهم نفع لهم، وفي تصدقهم للأموات، تصدقهم تصدق من؟ تصدق الأحياء عنهم، يعني عن الأموات، هم يتصدقون عن الأموات
نفع لهم أي للأنباتي خلافا للمعتزلة. هؤلاء يعني مخالف في كل شيء. كالسلفية في زماننا ينفون كل شيء كل شيء كل شيء، أخيرا لا يبقى عندهم شيء من الدين. تمسكا بأن القضاء لا يتبدل وكل نفس مرهونة بما كسبت، والمرء يجزى بعمله لا بعمل غيره. هذه أدلته، القضاء لا يتبدل، فإذا التصدق لا ينفعه، هكذا قالوا. ثم كذلك كل نفس مرهونة بما كسبت، يعني لها ما كسبت وعليها ما كسبت، كل نفس مرهومة بما كسبت، فإذا لا ينفعه عمل الآخر تصدقه عنه. كذلك والمرأة، تمسكا بأن المرأة يجزى بعمله لا بعمل غيره. ممكن أن هم يستدلون ببعض الآيات أيضا، مثل لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هكذا. ولنا ما ورد في الأحاديث الصحاح من الدعاء للأموات، فإذا هذا دعاء للأموات. كذلك تصدق الأحياء عن الأموات، هذا وارد في الحديث، أنهما ينفعان للميت خصوصا في صلاة الجنازة. صلاة الجنازة شفاعة المصلين للميت في دعائهم إلى الله تعالى. لو لم يكن نفع للدعاء فما فائدة هذه الصلاة، صلاة الجنازة؟ وما هي الحكمة لمشروعية هذه الصلاة؟ في صلاة الجنازة في غيرها، وقد توارثه السلف، توارثه توارث الدعاء للأموات السلف، فلو لم يكن للأموات نفع فيه لما كان له معنى، لما كان لهذا الدعاء معنى حتى لصلاة الجنازة له. فإذا بعمل السلف ثبت نفعه، فكذلك بالحديث الأحاديث ورد فيها الدعاء للأموات. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، ثم ذكر من هذه الثلاثة ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له، معناه ولد صالح سني، المعتزلة لا يدعون، إذن هذا الولد ليس معتزلي ولا ما في نهجهم إلا بل في نهج أهل السنة. كذلك من قال صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، كلهم يدعون للميت إلا شفعوا، إلا تقبلت شفاعتهم، شفع بمعنى أو شفع فيه أو شفع فيه قبلت شفاعته. كذلك حديث آخر، وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء. فحفر بئرا فقال: هذه لأم سعد رضي الله عنها. إذن الأول يعني حديث هو دليل لاندفاع الميت بدعاء الأحياء، ثم ثانيا اندفاع الميت، حديث فيه اندفاع الميت بتصدق الأحياء. إذن هذا سعد بن عبادة على أن أم سعد يعني أمه والدته توفيت،
أي صدقة أفضل؟ يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصدقات، لماذا؟ لأن يتصدق به أن نميها. قال الماء فحفر بئرا، قال هذه لأم سعد، يعني ثواب هذا مثل ثواب هذا الحفر هذا البئر لأم سعد، يعني مهدى لأم سعد رضي الله عنها، هكذا عهدى بمثل ثوابه. نعم، هذا إيصال الثواب. نعم، هذا نفس اللفظ يستعمل في زماننا المسلمون، يستعمل المسلمون لإيصال الثواب نفس اللفظ، هذه لفلان، كما ورد في حديث أبي داود في فضل مسجد الأشعار، رأى أبو هريرة رضي الله عنه سأل رجلا من العراق: من يضمن لي أن يصلي ركعتين وأربعا؟ ويقول: هذه لأبي هريرة، هذه لأبي هريرة، يعني ثواب هذه الصلاة. كذلك هنا هذه، يعني هذا البئر، هذه البئر لأم سعد. فقال عليه السلام: الدعاء يرد البلاء، وصدقة تطفئ غضب الرب. إذن هذا دليل، وهو جواب أيضا عن استدلال المعتزلة بقولهم أن القضاء لا يتبدل، لكن هذا يدل أن القضاء يتبدل، هذا الدعاء يرد البلاء، والصدقة تطفئ غضب الرب. القضاء يعني هناك قضاءان، كما ذكرنا في مسألة المقتول هو ميت بأجله، ذكرنا هنا كان أن هذا الفلان يكون له بلاء أصلا، ثم الله تعالى يعلم أن هذا الفلان يدعو لحفظه عن يعني البلاء، يكون دعاؤه بإخلاص واستيفاء سائر شروطه فيكون مقبولا، فالله تعالى يدفع عنه البلاء. يعني كل هذه الأمور يعلمها سبحانه وتعالى سابقا. كذلك يعني رجل استحق العذاب، لكن الله تعالى يعلم أنه يتصدق، يتصدق، وتكون هذه الصدقة مستحقة القبول بسبب الإخلاص واستيفاء سائر الشروط للصدقة، أن يكون من مال حلال تماما هكذا، من كسب حلال هكذا. فإذا الله تعالى يدفع عنه العذاب هكذا. وقال عليه السلام: إن العالم والمتعلم إذا مر على قرية فإن الله يرفع العذاب عن مقرب أقبرة تلك القرية 40 يوما. نعم، إذا هذا العالم والمتعلم يمران فقط على قرية، على قرية ليس على مقبرة، هم ما دخل على المقبرة، بل يمران على قرية فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما. فإذا ماذا فضلهما؟ هذا فضل العلم، مرة فقط، ثم الأنبات ينتفعون بمرورهما في قرية مقبرتهم هكذا. ثم والأحاديث والآثار في هذا الباب أكثر من أن تحصى. نعم، والله تعالى يجيب الدعوات ويقضي الحاجات. نعم، لأجل هذه الاندفاع، اندفاع الميت، شاء بين المسلمين في كل عصر ومصر أن يعملوا الصالحات ويهدون ثوابها إلى أنباتهم، إما في يوم الموت أو في الثالث أو في السابع أو في الأربعين، هكذا عادات في جميع المسلمين، في جميع بلاد المسلمين. نعم، أما المبتدئة في كل زمن ينفي وينكر هذه العادات الحسنة المقبولة عند الله إن شاء الله، الثابتة بالله بالنصوص والأحاديث والآيات. نعم،
ثم والله تعالى يجيب الدعوات ويقل الحاجات لقوله تعالى ادعوني استجب لكم ولقوله عليه السلام يستجاب للعبد ما لم يدعو باسم او قطيعة رحم ما لم يستعجل ما لم يدعو دعا يدعو ما لم يدعو باسم لو دعا باسم لا يستجاب لو دعا بقطيعة رحم لا يستجاب ثم يستجاب ما لم يستعجل لو استعجل ممكن لا يستجاب على عجلته لا يستجاب ممكن يستجاب فيما بعد ولقوله عليه السلام إن ربكم حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا ثم فإذا الله تعالى يجيب الدعوات ويقضي الحاجات يعني فيما سبق انتفاع الميت بدعاء الأحياء هذا انتفاع الأحياء بدعواتهم يعني جميع الأمور مقضية مقدرة هذا صحيح الخير والشر كلها من قضاء الله تعالى وتقديراته هكذا ومع ذلك هل من فائدة في الدعاء نعم فائدة في الدعاء الله تعالى يقبل هذه الدعوات ويقضي حاجات الداعين نعم هذا ليس مخالفا لقضاء الله تعالى وقدره السابق نعم كما بينت سابقا واعلم ان العمدة في هذا ذلك صدق النية وخلوص الطوية صدق النية وخلوص الطوية يعني خلوص القلب وحضور القلب لقوله عليه السلام ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة واعلموا ان الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهن نعم لان هناك شروط لقبول الدعاء واختلف المشايخ في انه هل يجوز ان يقال يستجاب دعاء الكافر يعني هل يستجاب دعاء الكافر او لا يستجاب اذن فمنعه الجمهور لقوله تعالى وما دعاء الكافرين الا في ضلال ضلال معناه لا يصيب الهدف والمقصود نعم ولانه لا يدعو الله لأنه لا يعرفه بل هو يدعو إلها كبيرا عندهم من بين الآلهة ثم ولأنه وإن أقر به فلما وصفه بما لا يليق به فقد نقل إقراره ممكن هو هذا المشرك وهذا الكافر أن يقر بالله بالله تعالى ومع ذلك يشرك به فإذا هو وصفه بما لا يليق به من الشرك فقد نقل إقراره هذا لا يقبل وما روي في الحديث مننا دعوة المظلوم وإن كان كافرا تستجاب فمحمول على كفران النعمة وإن كان كافرا يعني لو كان كافر غير شاكر ليس معناه غير مؤمن وجوزه بعضهم هذا منعه الجمهور فجوزه بعضهم لقوله تعالى حكاية أن إبليس رب أنظرني إلى يوم يبعثون فقال الله تعالى إنك من المنظرين وهذه إجابة نعم وإليه ذهب أبو القاسم الحكيم السمرقندي وأبو النصر الدبوسي رضي الله تعالى عنهم وقال الصدر الشهيد رحمه الله وبه يفتى يعني من جواز هذا القول يفتى ثم الاستدلال بواقية إبليس يعني ربي أنظرني إلى يوم يبعثون فقال الله تعالى إنك من المنظرين ذكر الخيالي رحمه الله فيه بعث لجواز أن يكون إخبارا من كونه منظرين في قضاء الله تعالى السابق دعا أو لم يدعوه نعم فإذا هذا استدلال ليس بتام نعم ثم رأي آخر وقيل يستجاب دعاء الكافر في أمور الدنيا يعني في صحته وشفاء مرضه وغناه كذا كذا
ولا يستجاب في أمور الآخرة، وبه يحصل التوفيق بين الآية والحديث. نعم. ثم المسألة آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.